صباح العربية على تويتر انستغرام وكذلك فيسبوك وأيضا هاشتاغ صباح اندرسكور العربية. سؤالنا التفاعلي: ما أول ما تنوي فعله عند انتهاء الحظر وانتهاء هذه الأزمة؟ إن شاء الله أول تغريدة: أطلع وأفتر في الشارع وأنام في الشارع لمدة شهر. اشتقنا طبعا للشارع، لطلعة الشارع والشوبينج والتسوق. صباح الخير الحلاق يا لطيف. ما أدري ندق تروح للحلاق ولا لا؟ والله رحت ذاك اليوم بس ما أدري الآن خلص سكروا رحت، المهم إن أنت رحت. لا رحت والله، غيرت نفسي فيه صراحة يعني. طب شوية كمان. ما انت كنش مقربه والله على فكره، ترى الفاصل بيننا هني. طيب صبحكم الله بالخير. اول شيء ارجع من غربتي واشوف عيالي واهلي، والله من 17 سنه غربه ما حسيت بمرارتها غير هالايام اللي حنا فيها. الله يستر علينا ويرد كل غايب سالم غانم. اللهم امين. تغير الغمه. منذ الآن أرتب نفسي على تغيير كل نمط حياتي، وبعد انتهاء هذه اللعنة أواجه الحياة بطاقات إيجابية مختلفة وحماس متجدد وإبداع أكثر. أنتم أصحاء. يعني واجهي هذه المحنة الآن بإيجابية، ليش تنتظرين بعد ما تنتهي؟ أيوه. الآن واجهيها بإيجابية، كوني إيجابية، انشري الإيجابية من حولك، اضحكي. حياة سعيدة. دائماً. إذا ما كانت الحياة سعيدة لن نستطيع المضي قدماً. نروح للتغريدة الثانية. طيب. صباح النور والنوير. تعرفين شنو النوير؟ خلاص تعلمتك. تعلمت خلاص، خدت كورس. طيب. الذهاب إلى التجمعات والأسواق. حقيقة التجولات المعتادة التي كنت أعملها بالذات البحر. يس. أرجع أخرج الصباح وأتمشى. طبعا بداية الزيارات للأقارب والخروج للمتنزهات وممارسة المشي خارج المنزل. أكيد نقدر نمشي. أنا ما كان أمشي. صباح النور. يوم كامل ما أجي البيت، هذا الحل. يوم كامل ما ترجع البيت. أذهب للحلاق وأقص شعري. والله يا شباب فضحتونا، احنا طلعنا اكثر الناس نذهب الى الحلاق اكثر من النساء. طيب سعاده، صباحكم سعاده لا تنتهي. زياره قبر والدي، اسال الله يرحمه ان شاء الله. الذهاب الى المسجد والله شيء محسن اكيد. صباحكم سعاده، كثير اشياء اهمها اجازه وسفر مع اهلي نغير جو ان شاء الله. الله يعافيكم ويعافينا من هالبلاء. أروح أسلم بالإيد على نصف الشعب. صباح الخير، أذهب إلى الحلاق أيضا. طيب هذه أسئلة يمكن للدكتور. هذه راح نغيرها كمان ده. طيب أتمشى في حديقة وأذهب إلى المقاهي والمطاعم مع أهلي. أمارس عملي بشكل اعتيادي بعيادتي الخاصة التي أغلقتها منذ بداية الحظر. إن شاء الله الأمور تعود من جديد. الله يعينك يا دكتور. يسعد صباحكم. لأنكم تأتون من أجلنا يعطيكم ألف أو يحفظكم من كل شر. أذهب للتنزه ورؤية أهلي، والقادم أفضل يا رب. شكرا لك. أكيد القادم أفضل. صباحكم فرح وسرور، وأيضا أنتم أكيد راح أعمل رجيم. متأكدة فرح من الموضوع؟ أصافح الجميع وأبوسهم لأن انحرمت من البوس هاي الفترة. في فراغ عاطفي عند الناس. عرض الكفوف والكمامات للبيع. والله بيكون أحلى يوم صراحة أسوي احتفال وأعزم العراق كله. لا تنسانا، أروح مكة. الله يرزقك. أفر شوارع المنطقة كلها شارع شارع. حسن هنون من العراق معروف على الفيس. أنت لايكات. لا مروة ما نقرأ كل شيء. طيب الخروج. لا حبيت لأنه بيهزر بيضحكنا يعني، في طاقة إيجابية في التغريدة. الخروج لأي مكان، المهم أطلع وأذوق نعمة الحرية. زيارة بيت أهلي على طول السوق طبعا بدون المدام. ايوه، والا سوف تضيع الميزانيه هباء منثورا.
إذا انتهى الحظر أول شيء أبتسم وأستنشق أكسجين وأسوي لفة وبعدين أسافر عدة مدن، واحتمال إذا تيسرت حتزوج إن شاء الله.